حبيبنا طلبة الثانوية العامة، أهلا بيكوا تاني في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء. ومعايا تاني أستاذي وحبيبي أستاذ عزت سعد، اهلا بيك نرحب بيه استاذ، كلنا. أهلا بيك يا ريس. اهلا بيك يا ريس. ايه اخبارك؟ الحمد لله أنا بخير، أنت عامل إيه؟ زي الفل الحمد لله تمام عندك برد اطلاقا. وهتعبك. اول انا ما قعدت صحيت، يلا يعني ما أتعبك؟ تمام. لا ولا يهمك، ربنا يديك الصحة. صباح الفل. طب إحنا كده خلصنا قانون الأم، تمام خدنا المقاومات توالي وتوازي، تمام طب نعمل بقى شوية تطبيقات. نعمله قوي. يعني أسئلة ماشي، تمام مسائل ماشي، تمام مسار التيار تمام وتجزيئه إمتى تمام ونقيسه إزاي. تمام يلا يا ريس. طبعا حلقة مهمة جدا، تمام. حلقة هامة هامة جدا. الأول أهداف البرنامج ده إيه؟ هدفه إن أنا بشرح وشرحنا. تاني هدف مهم جدا تطبيق، تمام. يعني أنا لما أنا أطبق راح أجاوب إزاي وإزاي أخد الدرجة. الأسئلة عايزهم بهم عارفين حاجة مهمة جدا، سواء زمايلنا المدرسين أو ولادنا الطلاب أو حتى ولي الأمر لو عايز يتابع. تمام. وياريت أنا عندي أنواع الأسئلة، في أسئلة اسمها أسئلة المقال، أسئلة المقال، المقال، وفي أسئلة اسمها أسئلة الفهم والتفكير. تمام. تمام. أسئلة الفهم دي أنواع، مم. يا ترى لو احنا قعدنا نحطه روشتة ازاي نعالج، ازاي الطالب مش قادر يجيب درجات عالية. فيه أسئلة الفهم نسميها أسئلة الفهم والمهارات، يبقى أنا عندي مهارة الإجابة والفهم فهم للموضوع، القدرة على المقارنة والفهم والتحليل. تمام. بعدين أسئلة المقال اللي دي سهلة جدا الطالب ياخدها. أسئلة الفهم والمهارات متى، متى، ماذا يحدث، علل، اختر من بين الأقواس. ودي كلها إجاباتها بتبقى قصيرة، كلها إجاباتها قصيرة. تمام. يعني نسميها أسئلة تحتاج إلى إجابات قصيرة. تمام. الطالب عندنا خوفه ممكن يحرمه إنه ياخد درجات عالية. تمام. إن أنا بسأل سؤال، السؤال ده يحتاج إلى إجابة قصيرة، أنا اضطر أقول في صفحة. ما هو أكتب في صفحة ده على حساب وقت مين؟ الامتحان. مش بس الوقت، طب أحسن حاجة وعدد كتير. ورق الامتحانية لو خلصت مش هيديله ورقة تانية. تمام. ديت حاجة. فاحنا عايزين النهاردة واحنا لسه في أول السنة نعتبر نفسنا ان احنا رايحين امتحان بكرة. ماشي. تمام. تمام. على أساس ان ده يبقى طريقة لكل شغله من أول السنة. يعني كل جزء بناخده وناخد طبعا تطبيقاته طبعا أول بأول. أنا بعمل كده ليه؟ يعني معرفش حضرتك هتفي معايا في الرأي ولا لأ، واحنا الحمد لله ما اتكلمناش في حاجة خالص قبل احنا ما نخش سوا. يعني احنا رايحين نقع في مشكلة مهمة، ان حول الولد حل امتحانات. يحل امتحانات ازاي؟ امتى يا مستر؟ ده هو يعني اخر انا السنة امتى اقول له؟ يقول لك هخلص وحل امتحانات. انا جالي امتحان واحد، انا عندي امتحان واحد اللي هو امتحان 2014، يبقى انا مش هلاقي 7 8 امتحانات احلهم شبه امتحان قصدك السنه. على الجزء الجديد بعد ما قطع المنهج خلاص؟ اه طبعا بقى هو امتحان واحد. اه طبعا. هل بعد قطع المنهج شكل الامتحان ما اتغيرش؟ اتغير. طبيعته ما اتغيرتش؟ اتغيرت. طريقه الحصول على الدرجات ما اتغيرش؟ اتغيرت. يعني انا شخصيا لما كان المنهج واسع او كنت انا بسيب اجزاء بسيبها تامه. تقدر تسيب سطر دلوقتي؟ ما اقدرش. بس فعايز اعوده على كده. يبقى الحلقه دي مميزه في ذلك، يا ريت الناس كلها تسمعها وتفكر فيها، واي حد له اي راي يقول لنا عليه. تمام يا ريس. فانا هبدأ باسئله الفهم والمهارات. تمام. اول سؤال من اسئله الفهم والايه مهارات متى. اول حاجه يا مستر انور، متى دي يتجاوب عنها بكم كلمه؟ عندما يحدث كذا. عندما شكرا. يكون كذا. متى يبقى هي كلمتين ثلاثه بالظبط. آه. انا بقول له اول سؤال متى يكون فرق الجهد، فرق طب ننزل تحت شويه بين قطبي العمود. متى يكون فرق الجهد؟ متى يكون كلمه متى مش باينه برضو؟ متى تمام. يكون تمام. تمام. فرق الجهد أيوه. بين قطبي العمود مساويا في بي له. اه تمام كده. احنا كنا كانت الحلقه اللي فاتت كانت على الجزء ده احنا كنا اتكلمنا فيها كتير. متى يكون فرق الجهد بين قطبي العمود مساويا في بي له؟ اه الاجابه كلمه واحده، في حاله عدم سحب تيار.
بس او والدائره مفتوحه فقط لا غير. يعني لو قال الكلمه دي عند فتح الدائره بس، عدم سحب طيار بشكرا او عدم مرور طيار، يبقى الاجابه عدم مرور طيار، ياخد درجه كامله، درجه كامله، او اذا كانت الدائره مفتوحه او في حاله عدم سحب طيار او يعني مش اي واحده كله، واحده كفايه خالص. طب ده لو قال له متى وخلاص، متى لو قال له بقى مع ذكر السبب، لا مش لا هرجع للسؤال ده يعني مع ذكر السبب لازم يقول أنا بقى هرجع للسؤال ده. انا هرجع للسؤال ده تمام، يبقى انا غاوي وناوي احميهم من الخطا، يعني ما يكلمنيش بقى في السؤال ده كلام كتير ويجيب لي من اول الدايره ويرسم ويقول لا 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 خالص هاخد درجه. اي كلمه اكتبها زياده خارج الاجابه هتكتر الاجابه قدام المصحح، ممكن ما يشوفش الاجابه السليمه يسقط خطا، يبقى حاله عدم مرور طيار. الثانيه، متى يكون فرق الجهد بين قطبي العمود اقل من في بي له؟ ايوه رد انت على بقى، اقل يبقى في سحب طيار، يبقى في حاله سحب تيار او الدائره أو مغلقه، الدائره مغلقه. تمام. شكرا. تمام بس تمام، ما اقولش اي كلام تاني بقى خالص. تمام. متى يكون فرق الجهد بين قطبي العمود اكبر بقى، اكبر من في بي له؟ دي كنا ختمنا بها الحلقه اللي فاتت، في حاله توصيل ادخال العمود تيار الى العمود. شكرا، دي العباره اللي قلناها في الحلقه اللي فاتت، ادخال تيار الى العمود. طب ولو قال توصيل العمود بعمود اخر قوته دفع اكبر منه بحيث تصل الاقطاب المتشابهه او الاقطاب المتشابهه في جهه واحده، اوكي تاخد الدرجه كامله، اخد الدرجه. لو قال في حاله شحن العمود ماشي، حاله ادخال تيار العمود ماشي، النهارده بجاوب، مع ان انا عارف ان مش عاجباك كلمه شحن. لا لا لا، النهارده بجاوب بس. طيب. بس حضرتك، انا النهارده بجاوب، النهارده بعلمه ازاي يجاوب. اليوم يوم الحصاد. اصل في حته مهمه قوي مصر عزت، الطالب بيقول لك ايه، احسن يكون يقصد كذا، احسن يكون عايز، لا 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 لا. احسن يكون مش هي دي الاجابه، فيقول كل اللي اعرفه. انا دلوقتي بعلمه. ايوه انا دلوقتي بعلمه، ناكد عليهم تاني الاجابات القصيره دي، علشان كده انا كنت حريص ان بدري قوي اعتبر نفسي ليله الامتحان. تمام، ده تعتبر مراجعه ليله الامتحان. تمام. انا وجهه نظري الشخصيه كده، انا راجل خلصت جزء صغير وجزء مهم وعليه درجات كتير وفيه فنيات كتير، يبقى انا عود الطالب بتاعي وعود زمايلي المدرسين كيف تسال وكيف تجيب. انا بتكلم عن اسئله خير الكلام ما قل ودل. ودل هنا بقى. تمام. السؤال بقى ست الفهم والمهارات. تمام. طب ثالث رابع سؤال بيقول برضك متى، بيقول لي ايه بقى في متى ده، متى يكون شده التيار المار في عده مقاومات ثابتا، في عده مقاومات ثابتا، ومتى يكون فرق الجهد ثابت؟ انا حافظ بقى استنتاج التوالي وحافظ استنتاج التوازي وحافظ الكلام ده كله، بس الكلمه دي هي كل ده ملوش لازمه وانا بجاوب ولا اقوله خالص. ولا اقوله، مضيعه للوقت. تمام. يبقى متى يكون شده التيار المر في عده مقاومات ثابتا؟ اذا وصلت هذه المقاومات على التوالي بس. شكرا. طب متى يكون فرق الجهد ثابت؟ اذا وصلت على التوازي. على التوازي، خلي بالك. انا هنا بقى اقصد السؤال ده ليه، افضل حاجه ان احنا نتكلم قدام الطلبه بتوعنا بشفافيه مطلقه. تمام. يعني واحد يقول لي ما ممكن هذه المقاومات تبقى متصلة على التوازي وهذه المقاومات متساوية، فالتيار يكون متساوي برضك متساوي. تمام. ويقول لي ممكن هذه المقاومات تبقى على التوالي وتبقى ايضا متساوية ومرة فرق الجهد التيار. انت بتقول ممكن، انت بتقول ممكن، لكن الاصل العام ايه، القوام اساس العام. الموضوع ايه، الاساس الموضوع ايه، اذا وصلت على التوالي يبقى التيار ثابت. مش عايز بقى لف ولا عايز ايه دوران. بس بلاش تقول ممكن، لا مش ممكن بقى. انا بقول لك حبيبي اهو، متى يكون التيار المار في عده مقاومات ثابت؟ اذا وصلت على التوالي. شكرا. تحتها اللي انت عايزه، تحتها اللي انت عايزه. عندنا نوع من الطلبه كده. ايوه عندنا نوع من الطلبه كده، عندنا نوع من المدرسين كده، عندنا نوع من زمايلنا. بقول له حاصل المعلومه واكتب كل حاجه. لا 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 خالص 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 خالص. انا كمدرس اتعلم حاجه، لو الطالب اللي قدامي جاوب حاجه انا ما كنتش قايلها، والراجل ده قالها، الولد الطالب ده
قالها بطريقه اجمل مني واحسن مني، اروح اسلم عليه اقول له شكرا برافو عليك، واقول للطلبه في الفصل او في اي مكان شايفين زميلكم ده ممتاز. حصلت معايا والله، ده ممتاز جدا. كنت بعمل مساله بعده خطوات، لقيت واحد بيقول لي ما ممكن اعملها في خطوتين يا مستر. فقلت له طب ازاي؟ عملها لي والله، سقفت له هايل جدا. وقلت في كل مع كل الناس الطلبه اللي قابلهم فلان علمني فكره جديده. جميل، مش عيب ابدا، مش عيب، بتعلم من طلابنا. تمام، ان هم برضو بيتعلموا مننا احنا كمان نتعلم منهم. تمام، يبقى اذا هنا انا كماده علميه بقول له متى تكون شده التيار المارة في عده مقاومات ثابته، يبقى اذا وصلت هذه المقاومات على التوازي. تمام، ومتى يكون فرق الجهد ثابت؟ اذا وصلت هذه المقاومات على التوازي. تمام. سؤال تاني بيقول لي برضو متى، رقم 5، هناخد عده فقرات من ايه كل نوع. ماشي. تمام، رقم 5 بقى برضو متى بكده، قول لي في رقم 5 دي بيقول لي متى تكون شده التيار الماره في موصل، متى تكون شده التيار الماره في موصل تمام مساويه فرق الجهد بين طرفين. هو في بيساوي اي ار، في بيساوي اي ار، متى تكون شده التيار الماره. انا هفكر كده يعني، انا وانا بفكر اقول في بيساوي اي ار. تمام، امتى في يساوي اي؟ تمام، لو الار بكام؟ واحد، بواحد اوم. يبقى الاجابه عندما تكون مقاومته تساوي واحد اوم. طب سؤال معلش يا مستر عزيز، اتفضل. انا جبتها، انا جبتها دلوقتي، قلت ايه؟ ما انا فكرت ان في بيساوي اي ار، فبما ان ار بتساوي واحد فالفي بيساوي اي، اذا اجابتي عندما تكون المقاومه واحد اوم. تمام، هل انا اكتب كل ده ولا اكتب الكلمتين دول وخلاص؟ اكتب خلاص عندما يعني انا كاجابه اكتب دول، لكن كتفكير بجيبها ازاي من دماغي؟ ادي معنى كلمه اسئله تحتاج الى اجابات قصيره، بس بايه؟ بفكر. ما احنا سميناها ايه؟ سميناها ايه الاول؟ سميناها اسئله الفهم والمهارة. كويس، يبقى انا فهمت بالظبط، فكرت بدماغي بالزبط. كتبت النهايه بتاعتي بالظبط، اجابتي المفروض انا اكتبها كده، ست الفهم والايه. تمام، وكده المهارات ده مهم جدا. تمام. برضك 6، وده سؤال جميل جدا. قال لك امتى تظل شده التيار الماره في دائره كهربيه، شده التيار الماره فين؟ في دائره كهربيه ثابته رغم اختزال المقاومات بها. اختزال يعني ايه؟ يعني جبت المقاومه المكافئه بالظبط، مش كده؟ امتى تظل شده التيار المره في دائره كهربيه ثابته رغم اختزال المقاومات بها؟ يقول ايه؟ يقول اذا استبدلت هذه المقاومات بالمقاومه المكافئه لها. بس مش هتعمل كده حاجه. يبقى اذا شلتها وحطيت مكانها مقاومه واحده تعادل قيمتها. انا افكر فيها ازاي؟ انا اقول مثلا، ما انا لما كنت بعرف المقاومه المكافاه يعني ايه، وتقول هي المقاومه اللي لو استبدلتها بعده مقاومات او دخلتها في دايره بدل عده مقاومات لم يتغير معايا شده التيار ولا فرق الجهد. تمام، فانا بساله هو بطريقه معكوسه بالظبط كده. متى يبقى لما يكون المقاومه المكافاه بتساوي ايه؟ متى عندما تستبدل هذه المقاومات بمقاومه اخرى مكافاه لها. بس خلاص، اختزلتها بواحده مكافاه لهم بس. تمام تمام، فينا مشكله كده ولا حاجه خالص؟ ده سؤال مهم جدا، متى يكون. انا اديته 6 بقى فقرات فتحت الطريق، هو بقى ممكن يمتعنا باسئله تانية وكمل بقى وهكذا، ويعمل لنفسه كده ملزمه جميله، ملزمه جميله، ملزمه الطالب لنفسه بالظبط. يا ريت كده. تاني سؤال انا بحبه قوي، علل. علل هنا جميل قوي. تمام، اول سؤال علل عايزين نتكلم فيه سوا شويه. اتفضل. علل طبعا برضه من اسئله الفهم والايه مهارات. علل. الراجل قال لي بقى في علل ديت، قال لي ليه مقاومه الموصل تتناسب مقاومه الموصل تتناسب طرديا مع طوله. تمام، ده سؤال جميل قوي. مقاومه الموصل تتناسب طردي مع طوله. مع طوله عندنا مشكله. اتفضل. ان احنا بنجيب علل دي عن طريق القانون. علل دي بالذات ما تجيش عن طريق القانون خالص، يعني ما يقولش ان حسب العلاقه ار سو ار 1 زد ار 2 زد ار 2، ما يقولش خالص. ليه المقاومه طرد مع الطول؟ ده مهمه. ليه يا ريس؟ لان يمكن النظر الى طول الموصل كانه عده موصلات متماثله متصله متصله على التوالي
طول كل منها وحدة الأطوال. آه. يبقى أنا باخد الطول ده كله كده أهو بقسمه إلى عدة أجزاء. أجزاء كل جزء يمثل وحدة أطوال. إلى طول الموصل كأنه عدة موصلات متماثلة متصلة على التوالي. طول كل منها وحدة الأطوال. جميل. فتبقى المقامة المكافأة لها مجموعهم إحداهم في عددهم. تمام. لما الطول يزيد العدد يزيد المقاومة تزيد. شكرا. يبقى أنا هنا مش هكتب قانون خالص نهائي خالص. طب ما هو في طالب هيقول لي حاجة تانية، ولأن الار بتساوي رؤية في ال على ايه، اذا الار تتناسب مع ال. انت جبت القانون ده ازاي؟ ما انا بكلم يعني. تمام. انا جبته ازاي؟ من عوامل تتوقف عليها المقاومة. يبقى انت الاول كنت عارف المقاومة ترد مع الطول قبل انت ما تجيب القانون. منين جبتها؟ يعني ارجع لاصل النقطه تاني، للنقطه تاني، ما تجيبش من اخر ما وصلت، هات من اصله. من الاصل. انا قلت اسئله الفهم والمهارات. تمام. يعني ما تقولش ان ار ترضي مع ال. اصلي او ار 1 على ار 2 بتساوي ال 1 على ال 2. لا كل دي اجابات مطروحه ممكن ما تردش عليها وتقول لي ان المقاومه تزداد بزياده الطول. ايوه. ما ده انت بتشرح. ما انا بسالك السؤال ده. انا بسالك نفس السؤال. اه. مقاومه الموصل تناسب ترضي مع طوله، لان يمكن النظر الى طول الموصل كعدة موصلات متماثلة متصلة معا على التوالي طول كل منها وحدة الأطوال. تمام. تكون المقامة المكافأة إحداهم في عددهم، الطول بيزيد العدد يزيد المقامة تزيد. تمام. بالمثل برضو علم. أكيد بقى ذات المساحة بقى. أيوة. مقامة الموصل تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع. نفس الكلام. يبقى نفس الكلام بس انا اعتبرتهم بقى على يعني التوازي. هنا كنت انا بقول له ليه ار ترضي مع ال، هنا بقول له ليه ار عكسي مع إيه؟ المساحه. جميل قوي. نفس الكلام. يمكن النظر الى مساحه مقطع الموصل كعده موصلات متماثله متصله على التوازي. مساحه كل منها وحده المساحات. المساحات تبقى المقامه المكافاه احداهم على عددهم. تمام. المساحه تزيد العدد يزيد المقاومة تقل. يبقى الإجابة لأنه يمكن. تمام. النظر إلى مساحة مقطع الموصل كعدة موصلات متماثلة متصلة على التوازي. تمام. تكون المقاومة المكافأة إحداهم على عددهم. لما المساحة تزيد العدد يزيد المقاومة تنقص. ماشي. التالتة وديت جميلة وديت مهمة جدا بقى. ليه فرق الجهد؟ فرق الجهد علل ده مهم قوي. بين قطبي العمود يزداد كلما كبرت ار الخارجيه. كلما كبرت ار كل ما تكبر ار الخارجيه فرق الجهد بين قطبي العمود يزيد. ايوه. هنا بقى بكتب قانون الفي بي بيساوي في بي. لان في بيساوي بي تمام ناقص اي ار. لازم اكتبه بقى ده. طبعا. ابدا بيه مصر ولا ابدا بيه طبعا. انا بقول للطلبه دايما ايوه المستند اللي عندك اللي هتتكلم على اساسه اكتبه. انا عندي لازمه حلوه قوي. اتفضل. انا عندي لازمه حلوه قوي. ابدا من المعلوم ان الاساسيه بس اللي انت هتشتق منها كلمات. بس ببدا اقول له من المعلوم ان ايوه في بتساوي لازمه في بي ناقص اي ار في بيساوي بي ناقص اي ار سمول. القانون ده فيه ميزه ابقى فاهمها ان الفي بي والار ثوابت يا ريس. ثوابت دايما مفيش عمود بيتغير في بي والار سمول بتاعته. تمام. العمود ثابتان. تمام. قوه دافعه وار سمول ثابت عند الطلبه كده. تمام. يبقى انا عندي اللعب بين مين ومين الاي والفي. تخيل بين الاي والفي. تخيل لو الممتحن سال السؤال صح هيلخبط الطلبه ازاي؟ لانه هيبقوا كلام سمعوش عنه. اللي انت حضرتك قلته دلوقتي ده. السؤال لو جه كده انا شخصيا اعترض عليه. يعني لو السؤال وانا قصد اكتب كده عشان افتح الكلام. ايوه. اصل دي حته مهمه قوي. لو هو قال فرق الجهد بين قطبي العمود يزداد كلما كبرت المقاومه الخارجيه انا راح اعترض اقول له سؤالك مبهم. تمام. ولو جابه صح الطلبه نغمه ما هيش متعوداها. أيوة. هتبقى مشكله بالنسبه لهم. غلطت. السؤال الصحيح فرق الجهد بين قطبي عمود ذو قوه دفعه كهربيه ومقاومه داخليه ثابتتين. طب مش انا المفروض ابقى عارف ان هم ثابتتين؟ اما المفروض ابقى انا عارف. طيب ما انا بتعامل ان المفروض اكون عارف العمود. ما هو ده عمره ما هيحصل الا مع عمود ذو قوه دفعه كهربيه ومقاومه داخليه ثابتتين. الا لو غيرت العمود يبقى انت بالزبط. فانا هضطر اكتب السؤال صح واقول له علل
ليه فرق الجهد؟ عشان تجبره بقى بالظبط. ليه فرق الجهد بين قطبي عمود ذو قوه دفعه كهربيه ومقاومه داخليه ثابتتين يزداد كلما كبرت المقاومه الخارجيه؟ تمام. هبدا اقول له من المعلوم ان في في بي ناقص اي ار سمول. بما ان في بي وار سمول ثابتين كلما كبرت المقاومه الخارجيه قلت شده التيار، بيقل التيار المسحوب. ايوه، بتقل القيمه اي ار سمول تزداد فيه، يعني الجهد اللي بيفقد بيقل. بالظبط. كلما كبرت المقاومه الخارجيه كلما كبرت المقاومه الخارجيه قلت شده التيار المسحوب، هتقل المقدار اي ار سمول تزداد فيه. ده مهم جدا جدا. وهم يخلوه فاكرين، انا شخصيا شوف لسه فاضل على كده الامتحان قد ايه، انا متوقع السؤال ده. علل ليه كلما كبرت المقاومه الخارجيه زاد فرق الجهد بين قطبي عمود ذو قوه دفع كهربيه ومقاومه داخليه ثابتتين. شفت انا برضو سؤال كده قريب بيقول لك بنفس المعنى ده، تزداد كفاءه البطاريه. حاضر حاضر حاضر. يبقى هقول من المعلوم ان فرق الجهد بين قطبي العمود يزداد كلما كبرت ار الخارجيه. هتبقى الاجابه من المعلوم ان في في بي ناقص اي ار سمول. ايوه، في بي حيث في بي وار سمول ثابتين. قول له كلما كبرت المقاومه الخارجيه قلت شده التيار المسحوب من العمود. أيوة. قلت قيمه المقدار اي ار سمول تزداد قيمه في. جميل. الحته دي بقى محتاجه مننا شغل شويه. بالنسبه ليهم انا كده هكتب القانون ده واقول ايه المهارات اللي اكتسبها من فهمي لهذا الموضوع. تمام. عشان عنوان الحلقه بتاعتي اسئله تطبيقات الفهم والمهارات. تطبيقات. تمام. فهم. لما اكتب في في بي ناقص اي ار سمول. ايوه، انا عندي الفي بي دي ثابت صح كده، الفي بي ثابت ماشي، بعدين الار سمول ده ثابت ماشي، خلي بالك بقى مظبوط، ده ثابت في العمود. تمام. انا عايزهم يبقوا عارفين حاجه، مين اي ار سمول ده؟ مين اي ار سمول ده؟ ايوه، ده الشغل المبذول، الشغل المبذول داخل العمود. داخل العمود صح، التغلب على المقاومه الداخليه. تمام. انا بستفيد منه؟ لا، يبقى ده مفقود، بنسميه فرق الجهد المفقود. تمام. الجزء اللي ما بيظهرش عندي على الفولتميتر بتاعي. تمام. اللي انا مش بستفيد منه. اه تمام. طب وفي ده اللي بستفيد منه؟ اللي انا بستفيد منه. اه، انا باخد من مين؟ باخد من الفي بي. ايوه تمام. يبقى انا المخزن بتاعي الفي بي. الفي بي الفي بي ده بجزء نفسه جزئين، جزء الدائره الخارجيه فيه وجزء الدائره الداخليه بتاع العمود زي الفل. لما الشغل داخل العمود يقل يبقى خارج الدائره يزيد، المستفاد منه يزيد. تمام. فبالتالي في تقرب من مين؟ من في بي. تمام. اي كفاءه الخارج على الدخل. اه، يعني انا هحصل على كام؟ ايوه، من كام؟ من كام؟ انا عندي في بي يعني ده الكام كله الدرجه يعني النهائيه؟ انا 12 فولت مثلا في بي. بالظبط. بحصل على 6، يبقى انا ضايع مني 50%. بالظبط، يبقى كفاءه 50%. تمام. علشان كده المقدار في على في بي ده هنسميه مين؟ الكفاءه البطاريه. يعني لما يقول لي احسب كفاءه البطاريه اقول له في على في بي واحسب. تمام. اجيب في وفي بي واقسم. اذا انا ممكن اقول لك ما معنى بطاريه كفاءتها 80%. اه تمام، يعني فرق الجهد للدائره الخارجيه 80% من القوه الدافعه من الايه؟ في بي، من القوه الدافعه. والجهد المفقود 20%. بالظبط. اصبح المقدار في على اسمه مين بقى؟ كفاءه البطاريه. تمام. اما المقدار اي ار سمول على في بي اسمه الجهد المفقود. شكرا. النسبه الجهد المفقود. تمام. وصل؟ تمام. لازم يبقوا عارفين. يعني لو قال لي احسب نسبه الجهد المفقود. ايوه، اجيب اي ار سمول واقسمها على في بي. على في بي ببساطه خالص. طب الكفاءه يبقى في في على في بي. بالظبط. هنتفقوا سوا انا وانت. الكفاءه اي ار كابيتال على في بي. اي ار ار كابيتال. بالظبط. ار يعني ار بقى لو ار كتير يبقى عده مقامات، يبقى ار توتال. بالظبط. يعني اي ار توتال كلها. تمام. على في بي. بالظبط. احنا رح نتفق في الاخر انا بجمع المقاومه الكليه كمقاومه للدايره كمقاومه واحده، كمقاومه مكافاه. بالظبط. عشان كده قلت لي اي ار. بالظبط. على في بي. بالظبط. اي ار كابيتال على في بي، باعتبار الار كابيتال دي هي محصله ومكافاه بتاعت المقاومات ككل بتاعت الدايره. بالزبط. ما خارج العمود. بالظبط كده. المفقود بقى اي ار سمول على في بي. جميل. كلمه نسبه اضرب في 100. نسبة يضرب في 100. تمام تمام. يبقى النسبة المئوية
للجهد المفقود اي ار سمول على في بي مضروبه في المية. تمام. لما المقدار اي ار سمول يقل يبقى الفي يزيد، يبقى الكفاءه بتزيد. اذا كلما صغرت القيمه اي ار سمول بتزيد قيمه في. ايوه، وتزيد كفاءه البطاريه. وطبعا اي ار سمول تقل بنقص الاي، مش معلش علاقه بالار سمول. حاضر. تمام. نرجع بقى الاي ار سمول زادت، الفي تقل، الكفاءه تقل. جميل. بعلمه يفكر. بعلمه يفكر. بص، في البيت الطلبه تقول لي ايه؟ قولوا لي اصل بابا ضغط عليا عشان اذاكر وانا كره المذاكره. تعرف هو كره المذاكره ليه؟ عشان مش عارف فاهم. ما هوش عارف، ما هوش مستمتع. فانا عايزه بالشكل ده يمتع نفسه. يعني انا كتبت قدامي قانون كده. على فكره انا في هذه الحلقه بتعامل كاني طالب، مش هتعامل كاني مدرس اطلاقا. تمام. يبقى انا قلت كتبت في في بي ناقص اي ار سمول، ببدا اشتغلها. في بي دي مقدارا ثابتا، دي ماكسيمم في بي. في فرق الجهد الخارجي، اي ار سمول فرق الجهد الداخلي. انا وصلت نفس معلومه ان اي ار سمول لما يقل الفي زيد. تمام. ففي تقرب من في بي الكفاءه تزيد. ايوه. طب اي ار سمول زادت، الفي خارجيه تقل، الكفاءه ابعد عن في بي الكفاءه تقل. ايه العوامل اللي تغير اي ار سمول؟ انا احب افكر كده. العوامل انت لخبطتني كده ليه؟ ما انا مش مركز. انت كنت طالب، امال انا بقى ايه؟ طب ما لا، قول ما احنا الاثنين طلبه كده بعضنا. اي ار سمول ده الجهد المفقود مش كده؟ يبقى هل المقاومه الخارجيه لها علاقه بالموضوع؟ خالص طبعا. هي اللي هتغير التيار. هي اللي هتغير التيار. ايوه. يعني المقاومه الخارجيه كل ما تزيد، ايوه، التيار، التيار المسحوب يقل. يقل. اي ار سمول تحصل لها ايه؟ تقل. تقل. في خارج الدايره يزيد، الكفاءه تزيد. تزيد صح. وبالتالي بقى هو ده قانون ام للدايره المغلقه. أيوة. ان فرق الجهد بين قطبي العمود، فرق الجهد بين قطبي العمود هو مين؟ هو القوه الدافعه الكهربائيه لو في حاله عدم سحب التيار. خلاص. لما ما اسحبش تيار اصبح اي ار سمول ده كله بيساوي زيرو، مش كده؟ طب امتى ما اسحبش تيار؟ دايره مفتوحه، يعني اول مقاومه الخارجيه، اول مقاومه الخارجيه ما لا نهايه. شكرا. بس عايز كده بقى خلاص. ما لنهايه المره فاتت قلنا يعني معنى الدايره مفتوحه. يبقى انا بستوعب اللي انا قلته. بستوعب اللي انا ذاكرته. تمام. يبقى ار تكبر، اي ار سمول يقل، في تزيد، الكفاءه تزيد. يعني من مصلحه الفرق الجهد ان ار الخارجيه تكبر. تمام. عندنا مشكله جت بقى ومحدش واجهها. ايه المشكله؟ نقول لك يبقى المشكله، وعامله مشكله عند كل الطلبه، لكن انا لما اقول مشكله جت مش معناها ان انا معترض. انا قلت مشكله جت، واي مشكله لها حل. تمام. والفاهم عمره ما هيغلط. اللي هو لما جاب له الرسمه دي بقى كده، فاكر دي؟ البس النضاره واقول لك. اللي هي حط له بقى ديت، حط له الفولت ميتر هنا وقال له ايه اللي يحصل. ايه اللي يحصل؟ شفتها؟ شفتها. طب معلش، ما انا عندي، مبدئين مثلا. ما انا عندي مبدا النقطتين اللي هم بتوع الفولت ميتر متوصلين على المقاومه الخارجيه، يبقى الاي ار. تمام. وعندي ان المقاومه الريوستات اللي دخلت جوه مع بتساعد المقاومه الداخليه. تمام. في نقص الجهد. تمام. يعني دي تعتبر مقاومه داخليه، تعتبر مضافه للمقاومه الداخليه. اصل مش هقدر اعتبرها مقاومه داخليه، لكن هقول بتضاف للمقاومه الداخليه، تساعدها على عملها. المقاومه الداخليه تعمل ايه؟ بتفقد لجزء من، بتاكل جزء من التيار. يبقى دي كمان بتاكل شويه اخرى. يعني بتاكل جزء من مين؟ من الشغل، من فرق الجهد. صح. تمام. بيستهلك فيها شغل داخلي على حساب الشغل الخارجي. تمام. صح. تمام. يعني دي لما تزيد. دي لما تزيد نجيبها من الاول. تمام. دي لما تزيد بقى المقاومه الكليه زادت، الخارجيه زادت، يبقى التيار المسحوب قل. انا هاخدها على بره على اي ار الخارجيه. اي قلت وار ثابته. قلت تيار الجهد. طب لو خدتها على الداخلي. هضيف المقاومه الروسات للمقاومه الداخليه. يبقى الفي بي ناقص اي في ارتين. ار سمول والاس بتاعتنا. تمام. برضو تقل. تمام. طب انا اوضحها. واحده واحده بقى القوانين كده، واحده واحده. تمام. اوضحها بقى الاول بالمفهوم اللي انا بحبه جدا. اتفضل. الاول مبدئيا انا هقولها بسهوله قوي. لان عامله مشكله. هي مش عامله مشكله. عامله مشكله عند الطلبه. ماشي. لما دي تكبر الشغل المبذول داخل العمود يزيد. تمام. الشغل خارج العمود يقل. فرق الجهد
يقل. شكرا. تمام. لما تكبر الشغل داخل العمود يزيد، لانك اعتبرت المقاومه دي داخله مع المقاومه الداخليه. خلاص. يبقى انت بذلت شغل داخل العمود. صح. زياده. بالظبط. ما طلعش بره. يبقى انا قعدت بشتغل جوه العمود ببذل شغلين. شغل ضد المقاومه الداخليه اصلا زائد. زائد شغل ضد المقاومه اللي انت ضفتها له. ضفتها له. يبقى الشغل داخل العمود زاد. ده على حساب فرق الجهد اللي خارج للمقاومه اللي بره. شكرا. فالشغل خارج العمود يقل، فرق الجهد يقل. تمام. تمام. ديت مبدئيا انا كبرتها، يبقى الشغل داخل العمود زاد. زاد. يبقى اللي بره الشغل قل. خارج العمود قل، فرق الجهد يقل، فتقل لك رأيت مين. يعني انا ليا طريقتين، طريقين للتفكير، مش مصر. لان احنا اتفقنا قبل كده ان النقطتين بتوع الفولتميتر ايوه من ناحيتين اقيس فرق الجهد. علميا بقى خدها من ناحية التريح. علميا بقى، علميا علميا، وده مهم قوي قوي، ان فرق الجهد بين A وB ده من الناحيتين متساوي. الجهد بين طرفين المقاومه اي ار. انا بقول يعني انا مش عارف الحته اللي فوق دي وهتتلخبط في الشغل المبذول داخل العمود وزائد المقاومه. طب ما انا عندي نقطتين خارج الدنيا بره، ما اخدهم الاي في الار واشتغل عادي. تمام. يعني انت عايز تقول ان قراءه هذا الفولتميتر اي ار هي بتساوي اي ده هي في ار ده. يعني انا ايه اللي دوخني انا طالب، يعني مش قادر اوصل للحته دي، مش فاهمها كويس، مش هضم، وانا في امتحان دلوقتي ولازم اجاوب، فاقول ايه؟ طيب ما نقطتين علموني في مدرسه على الهواء، النقطتين دول من اي ناحيه خدهم؟ في ناحيه واضحه جدا اي ار كابيتال، والمقاومه الاس دريوسات لما بتزيد بتزود المقاومه الكليه. تمام. لما انت زودت دي زودت المقاومه التوتال التيار بتاعتي. قل. التيار قل. فاي وار ثابته خلاص. شكرا. ما في قل ده لو انا مش عاوز اوجع دماغي باضافه مقاومه للمقاومه الداخليه ولا خلافه. فينا مشكله من مبدأ. ما انا لو طالب فاهم بقى ما يبقاش عندي مشكله، لو مش فاهم هيبقى هخش جوه العمود ويبقى عندي المشكله. تمام. انا بقول حاجتين. اتفضل. لازم نبقى هم عارفين ان حاجه، اي مقاومه اي مقاومه تخش مع العمود بين طرفي الفولتميتر اعتبرها مقاومه داخليه. تمام. بس تعامل شكرا معامله المقاومه الداخليه. اسهل حاجه، اي مقاومه تدخل بين مع العمود كانك مش شايفها قول ده مقاومه داخليه. بالظبط. بين قطبي، لان رسمت الكتاب على فكره. لما حصل لها اعتراض ولا لا، ده جاي من قلب الكتاب. تمام. المشكله اللي انا عايز اقولها ان انا استبدلت المقاومه الداخليه بواحده تانية اكبر. بس اصلا انا مش هقدر العب في المقاومه الداخليه الاصليه بتاعت العمود. بالظبط. لانها ثابته. فانا استبدلتها بقوه دفع اكبر. تمام. من مقاومه داخليه اكبر. أكبر. يبقى لما نكبر اس دي التيار يقل المقدار. انا احب بقى دي، احب دي. من هي قراءه هذا الفولتميتر؟ هي فرق الجهد بين طرفي هذه المقاومه. ودي اللي احنا عايزين نوضحها للناس. من هي قراءه الفولتميتر؟ فرق الجهد بين طرفي هذه المقاومه. اسهل ولا مش اسهل؟ اسهل. من هي قراءه هذا الفولتميتر؟ ليه؟ النقطة بي مش كده؟ الله 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 الله. كل دول نقطة. واتفقنا. كل دول نقطة. بس. يبقى نحط الفولتميتر هنا زي ما اشيله وحط هنا بالظبط. سلكة وبتحركها يا مستر. سلكة وبتحركها. بالظبط. دي كبرت، التار يقل. ايوه. ار الكابيتال دي ثابتة، ده يحصل له بقى يقل. تمام. السبب اللي كنت حضرتك عايزه علل ليه، كلما بقى قلت المقاومة الداخلية زادت كفاءة البطارية. ايوه ما انت وضحتها. ده انت ده يعني اكتر من كده ايه تاني؟ بالظبط. يبقى نرجع بقى للسؤال بتاعي تبع علل. هنقول نرجع لاسئلة تاني علل اللي انا بقى مصمم عليها. تمام. علل اهوت يقول لك بقى علل هنا مين؟ السؤال رقم 4 في علل يقول لك بقى ايه؟ علل ليه بتزداد مين؟ تزداد كفاءة البطارية كلما قلت المقاومة الداخلية. كلما قلت من بقى ار الداخليه. الاجابه سهله بقى. مقاومه داخليه. ايوه. كل ما تقل المقاومه الداخليه. ما انا كنت قلت لك ايه، كل ما زادت ار كابتا الخارجيه. بالزبط. هنا العكس بقى، لما تقل ار سمول. بالظبط. هقول يقل الشغل مبذول داخل العمود. تمام. فيزداد الشغل مبذول خارج العمود. خارج العمود فيزيد فرق الجهد. فيزيد فرق الجهد ويقترب من في بي، تزداد كفاءه البطاريه. تمام. يبقى تزداد كفاءه البطاريه كلما قلت ار الداخليه. عندما تقل ار الداخليه يقل الشغل المبذول داخل العمود. اللي بسميه جهد مفقود. اي ار سمول. فيزداد الشغل خارج العمود اللي هو اي. يعني لما تقل المقاومه الداخليه هيزيد التيار. تمام. المسحوب. تمام. مش كده؟ تمام. وار قيمتها ايه؟
ثابته. فيزيد اي ار فيزيد فرق الجهد يكثر من في بي تزداد كفاءه البطاريه. جميل قوي زي الفل. جميل قوي. طب علل بقى كمان ليه فرق الجهد دايما اقل من القوه الدفع الكهربائيه؟ معانا نفس القانون بقى. نفس القانون، فرق الجهد اقل من في بي دايما. ليه؟ نفس القانون في بتساوي في بي ناقص اي ار سمول. يجاوب يقول يكتب القانون بسبب وجود مقاومه داخليه. بسبب يعني ما بسبب وجود مقاومه داخليه، لان لو ما كانش في مقاومه داخليه ما كانش في اي ار سمول. بالظبط. يبقى نحول بسبب وجود مقاومه داخليه. اسكت ولا كمل؟ لا واسكت، اسكت ما اخدش الدرجه، اخد نص ليه اجابه. بسبب ليه يعني هسكت؟ لازم اكمل. اسكت ساكته واكمل. لا، بسبب وجود المقاومه الداخليه. ايوه. يلزم بذل شغل. ايوه. داخل هذا العمود على حساب الشغل مين؟ خارج العمود. فايه اللي يحصل بقى؟ يقل فرق الجهد. يبقى اقل من قوه الدفع الكهربيه دائما. وضح له. وكل ما زيد المقاومه الداخليه كل ما يقل فرق الجهد. جميل قوي. على العكس علل ليه القوه الدفع الكهربيه للعمود اكبر من فرق الجهد دائما. مش نفس الكلام؟ هو نفس الكلام؟ هو بالظبط. طب لو كتبت القانون برضه بالصوره دي عادي؟ لازم اكتب له بقى في بي بتساوي في كل القوانين دي عادي، في بتساوي في بي زد. هنا بقى هكتب له ليه القوة الدفع اكبر؟ هكتب الكون في لان في بي بتساوي في زد اي ار. اول ما تحط القانون ده قدامي كده شكرا، باين ان في بي اكبر من في. بالظبط. لان في اي ار. بالظبط. هقول له بقى بسبب وجود مقاومه ايه؟ داخليه. يبذل شغل داخل العمود على حساب في بي اكبر منه. تمام. نفس الاجابه ولكن بس بغير في صوره القانون نفسه. في سؤال حلو جدا علل، وده مهم قوي. علل يقول لك ليه في الدوائر الكهربيه المتصله على التوازي، دائره كهربيه متصله عليه التوازي، ليه بتبقى الاسلاك سميكه؟ سميكه فين؟ عند القطبين يا ريس. ايوه، عند اقطاب البطاريه طبعا. وتبقى ليه رفيعه او رفيعه عند المقاومين زي ما انا رسمت. تمام. ليه؟ لان مدخل ومخرج التيار ده بيبقى شده تيار كبيره. تمام. عايز مقاومه تكون بالظبط صغيره. اد ار 1، اد ار 2، اد ار 3. تمام. وادي الفي بي بتاعتي. ليه بقى؟ هتقول في التوصيل على التوازي تكون المقاومه المكافئه للدايره اصغر من اصغر مقاومه، صغيره جدا. وبالتالي يكون التيار الكلي المار كبير. كبيرا جدا كمان، مش كده؟ تمام. اذا مر التيار الكبير في اسلاك رفيعه، مقاومه كبيره، مقاومه كبيره تدخل اسلاك تنصهر. فيجب ان تكون هذه المقاومات سميكه، اي مقاومه اقل حتى لا تنصهر. تمام. من المعلوم ان في التوصيل على التوازي تكون المقاومة المكافأة صغيرة جدا. وبالتالي يكون التيار الكلي كبير جدا والمر في الدائرة كبيرا جدا. صح. تمام. إذا مر هذا التيار الكبير في أسلاك رفيعة ذات مقاومة مالها بقى كبيرة سوف تنصهر. فيجب أن تكون هذه الأسلاك غليظة، أي ذو مقاومة إيه؟ صغيرة حتى لا تنصهر وتتحمل شدة تيار كبير. بالظبط. ولكن بقى عند المقاومات يتجزأ التيار. ايوه. فتقل قيمه التيار المر في كل ايه؟ كل فرع، وتبقى اقل من القيمه الاصليه للتيار. ايوه. فاذا مرت في اسلاك مالها رفيعه ذات المقاومه ايه؟ عاليه، لا ضرر في ذلك. تمام. ده سؤال برضك مهم جدا جدا جدا. وارجو يكون تم ايه؟ استيعابه. تمام. طب علل بقى يقول لك ليه متوازي المستطيلات له اكتر من مقاومه في حين المكعب مقاومه واحده فقط. ده سؤال جميل. مكعب اطوال اضلاعه متساوي. تمام. لو وصلت من اي وجهين بطرفي تيار هيبقى الطول اللي مشيه الالكترونات نفس الطول. تمام. والمساحه المقطع من جميع الجوانب ثابته. انما المتوازي المستطيلات لا. ان ابعاده مختلفه. تمام. يعني انا مثلا يعني اما لو قلت ده مثلا كمتوازي المستطيلات وصلته كده طول كبير مساحة المقطع صغيرة. طب لو وصلته كده الطول ده اللي مش فيه التيار قليل. تمام. مساحة يعني المقطع كبيرة. يعني انا ارسم كده متوازي ايه؟ مستطيلات. تمام. مش كده؟ تمام. فرضا كده. تمام. انا بقى هعمل ازاي؟
طبعا متوازي المستطيلات اضلاعه غير متساوي، طول غير عرض. تمام. لو انا ده مدخل التيار، ده موجب وده سالب، تمام. هتبقى المساحه بتاعته الوجه اللي دخل منه طالع عرضه مثلا في سمكه، تمام، ويبقى طوله هو هو المسافه اللي المشوار اللي مشى خده التيار، الطيارة. تمام. طب لو انا عملت العكس، دخلت منه غيرت خارج من الطول هنا، وغيرت المساحة، غيرت الطول وغيرت ليه المساحة المساحه، بالتالي بقى له اكتر من أكتر من مقاومه. مقاومة. المهم احنا عايزين نصيغ الاجابه، تمام، هنقول له في حاله المكعب اضلاعه كلها ايه، متساوي فتكون مساحاته متساوي والاطوال متساوي المناظره لها متساويه من جميع الجهات. مهما اختلف مدخل ومخرج التيار. تمام، اما في حاله متوازي المستطيلات سوف تختلف المساحه وكذلك الأطوال. وكذلك الاطوال حسب مدخل ومخرج التيار، شكرا، وخلاص، اخد درجه تمام. تمام. وصل يا ريس؟ ده سؤال جميل جدا. طب علل بقى ليه لا يشحن موصل اثناء مرور التيار فيه. لا يشحن، لا يشحن موصل اثناء مرور لا التيار وضح فيه، لنا دي. يعني انا عندي سلك ماشي فيه تيار، تمام، ليه لا يتم شحن هذا السلك؟ يعني قصدك ايه بالشحن؟ يتخزن جواه؟ طبعا، يعني قصدك بالشحن تخزين الشحنة ايوه، جوه؟ لا يشحن موصل اثناء مرور التيار فيه، لان التيار عباره عن شحنات كهربيه تمام، تدخل من طرف وتخرج من الطرف التاني بنفس المعدل، يبقى بنفس المعدل. هل تم تخزين الشحنات؟ لا، يبقى بالتالي لا يتم شحن الموصل، وده برضه مهم. يعني مفيش تخزين، مفيش جيوب جوه الموصل بتتخزن فيها الشحنات. بالظبط، الموصل التيار الكهربي عباره عن شحنات كهربيه بتدخل من طرف تخرج من الطرف الاخر بنفس المعدل، اذا ما فيش تخزين للشحنات جوه الموصل يبقى لا يشحن الموصل اثناء مرور تمام، التيار فيه. ده سؤال مهم. طب علل بقى ليه في التوصيل على التوالي المقام المكافاه اكبر من اكبر مقاومه؟ ليه اعتقد نكتب القانون، ار بتساوي ار ايوه، داش نكتب لان ار توتال ار عباره عن 1 ار 1 زائد ار زائد 2 ار 2 زائد ار 3، فتكون المقاومه الكليه المكافاه اكبر اكبر من اكبر اكبر مقاومه. مقاومه. بس طب ليه في التوصيل على التوازي تكون المقاومه المكافاه اصغر من اصغر، اصغر مقاومه؟ نكتب القانون نكتب القانون، 1 على ار توتال، 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3، ومن القانون نجد ان ان مقلوب المقاومه المكافاه نساوي مجموع مقاليب المقاومات مجموع المتصلة على مقاليب التوازي، المقاومات كلها فتكون المكافأة أقل من أقل اصغر من اصغر مقاومة. مقاومه. دي تمام، معظم الاسئله. حاجه بقى مهمه مهمه جدا، موضوع القدره ده. موضوع القدرة، صدق تعبنا أول موضوع القدرة ده. ليه بيحفظوا حتة يقول لك عندما يكون على التوازي نعمل في تربيع على ار، عندما يكون توالي اي تربيع ار، والموضوع مش كده خالص. طب انت عايز انت تقول انا لهم عايز اوضحها، يعني القدره بصفه عامه ايوه. اولا، وبعدين بنفصصها. طب يعني ايه قدرة؟ قدره يعني طاقه مستنفذه او طاقه منتجه. تمام، يعني احنا اتفقنا قبل كده قلنا لو اللمبه دي 40 واط قدره، يعني بتديني 40 جول في الثانيه طاقه حراريه وضوئيه تمام مثلا، او تمام بتستنفذ من المصدر الكهربي بتاعي 40 جول في الثانيه تمام وهكذا. تمام دي الطاقه المستنفذه في الثانيه تمام الواحده، او معدل الطاقه الكهربيه المستنفذه. تمام يعني هنا الطاقة، يعني القدرة هي في الأصل طاقة، طاقة كل بس ثانية، مصدورة في ثانية. تمام. يبقى الباور اللي هي القدرة بتساوي في في اي، أنا مش عايز أحفظ بقى قانون. حاضر، أو الباور دي بتساوي اي تربع ار، جميل، أو الباور دي في تربع ار، ماشي. تمام. ده يبقى في اي، في اي ده الأصل، ده الأصل، اي فكيت تربع الاي ار وفكيت الفي مرة ومرة، عادي ماشي. خلاص. انا بقى عايز انت وجهة نظرك الطالب يفهمها ازاي. يعني انا بقول بص للمقاومه نفسها ايوه وشوف تيارها وشوف جهدها تمام في الاصل، تمام موجودين في اي. تمام طب شفت المقاومات على التوالي مثلا في تمام الدايره، تمام وعايز اقارن بين قدرتين للمقاومتين على تمام التوالي، هنا الثابت عندي تمام اي، فاخد اي تربيع ار. تمام طب لو كانوا على التوازي وعايز اقارن بين قدرتين هم، الثابت عندي في، تمام بشوف في تربيع على ار. تمام يعني انا مش عايز اقول اصلي، انا مثلا بقول ايه، كان في دايرتين، يا ريت توضح لي السؤال ده برضو، دايرتين ثلاث مقاومات وصلتهم مره على التوالي
تمام. ومر على التوالي نفس الثلاث مقاومات، مر التوالي ومر على التوالي. وبعدين قال له قارن بين قدرتين في الحالتين، تمام، وتوصيلهم بنفس مصدر الكهرباء. فالطالب هنا قال لك على التوالي هستعمل اي تربيع ار، وعلى التوازي هستعمل في تربيع الار. طب ما انت ما خدتش بالك ان في نفس المصدر، نفس المصدر دي تعني كلمه كبيره ان فرق الجهد هو اللي ثابت، فاشتغل على فرق الجهد. فهنا في لخبطه في الحته دي، هل انت بتتكلم عن دايره واحده ولا دايره مع دايره، هل مقاومه مع مقاومه في دايره ولا مجموعه مقاومات ومجموعه مقاومات في دايرتين. تمام. فالموضوع فيه لخبطه شويه. لا لا لخبطه ولا نوضحها بقى. لا لخبطه ولا بقى حاجه. تمام. هو حلها، فهمتوا المستر انور اتكلم على في دماغه انتوا. ما انا عايز اوصل. ايوه انا عايز الدنيا متلخبطه مع الطلبه في الحته دي. واعتبرني انا بقى طالب كده صغير كده معاك، وفهمها لي بالراحه عشان استوعبها. هقول لك استاذي انت علمتني حاجه. اتفضل. لازم نقرا السؤال كويس. اه. لو انت بتقول لي قدره مقاومه غير القدره المستمده غير قدره الدايره. لا، ما احنا بعيدنا عن المستمده بتاعت المصدر دلوقتي، احنا بنتكلم كمقاومه. شكرا. اه. كمقاومه اتعامل مع كل مقاومه على حده مقارنه بزميلتها. ماشي. حسب مقاومه كل مقاومه مع تيار او جهد. بالظبط. تمام. تمام. يعني لو هما الاثنين توالي. هقارن باي تربيع ار. شكرا. على اساس ان الاي ثابته. الاكبر ار يبقى اكبر قدره. الله، استنى بقى. اي تربيع انت عشان مثبت الاي. ايوه. يبقى القدره تتناسب مع المقاومه. طردي. مع المقاومه. الاكبر يعني لو قال لي ايهما تسخن اكتر، يبقى الاكبر مقاوم. الاكبر مقاوم. تمام. قدرته اكبر، طاقه اكبر، سخنت اكتر. بالظبط. ده توالي. تمام. توازي. توازي يبقى الاصغر مقاوم. الاصغر مقاوم على اساس ان في تربيع على بالظبط ار، والفي هنا ثابته. بالظبط. يبقى الباور عكسي مع الار. تمام. والاصغر مقاومه هي اللي تسخن اكتر. بالظبط. تمام. يبقى هم عارفين حاجه. في لخبطه في الكتب الخارجيه في الحته دي. خلاص بقى، ما احنا اتصلحت. طيب خلاص. يعني هنا لو احنا قلنا باور اي تربيع ار، لو قلنا باور في تربيع الار، هستخدم القانون ده في حاله المقارنه بين كميه الحراره. ايوه. او شده الاضاءه. تمام. نتكلموا كده بالفلاح شويه. تمام. ريفي شويه. عادي خالص. عادي. بص حضرتك، في سلك ماشي فيه تيار. ايوه. في طاقه كهربيه مفقوده. تمام. صوره طاقه حراريه يعني كميه حراره مستمده من هذا السلك. تمام. يعني درجه حراره. تمام. يبقى سلك ماشي فيه تيار، الطاقه الكهربيه المستهلكه في صوره كميه حراره او في صوره درجه حراره. طب في مصباح مضيء في صوره شده اضاءه. يبقى هنا الاضاءه هي اللي تبقى تفرق لي. يبقى لو اداني مصباحين معا على التوالي معناها مر فيهم نفس التيار. ايوه. مين اعلاهم شده اضاءه؟ الاكبر ار. الاكبر مقاومه. تمام. لو المصباحين معا على التوازي نفس المصباحين. بالظبط. هما يوم معا على التوازي من اكبر شده اضاءه الاقل مقاومه. مفيش فصال. محسومه جدا. خلاص محسومه. مفيش فصال ولا فيها جدال. تمام. تمام. طيب سلكين. ان خلينا في الحراره. بالظبط. الله يرضى عليك. سلكين. مين اكبر كميه حراره؟ توالي ولا توازي الاول؟ لو هما توالي يبقى الاكبر مقاومه. لو هما توازي يبقى الاقل مقاومه. تمام. جميل قوي. كلام جميل قوي. فل جميل. عندنا مشكله خالص. كلمه كميه حراره زي كلمه درجه الحراره. تمام. تمام. لكن بقى الثانيه اللي بقى اللي كان حضرتك عايزه اللي هو ثلاث مقاومات. دي دايرتين مختلفتين. بالظبط. الله يرضى عليك. انا هتعامل مع المقاومه المكافئه. ايوه. تعامل مع المقاومه المكافئه. انك دخلت في قدره مستمده من مصدر لمجموعه المقاومات دي. شكرا. مش هتقارن لي بقى بكل مقاومه اخرى. لا 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 لا. ايوه. يعني عده مقاومات في دايره كهربيه، يبقى انا هتكلم عن المقاومه المكافئه. 3 ار في التوالي وار على 3 في التوازي واشتغل. بالظبط. فهو ان كده حلوها هم كانوا هم عايزينها. تمام. ثلاث مقاومات متماثلين مش كده؟ ايوه. وصلتهم على التوالي مره. ادي ار وادي ار وادي ار. ايوه. نقول لهم انتوا مع السلامه. مع السلامه. مش انت تعالى تقرا 3 ار يا عم، انتوا بعدوك كده 3 ار بس. مش هبص بقى المقاومه مقاومه. لا خلاص. هنا بقى المقاومه الداخليه المفروض كان يقال لي ده مهمله. ماشي. عشان انا اقول تمام الفي ثابته. هنا بقى المقاومه الداخليه مالها؟ مهمله. تمام. يبقى الفي بي هي الفي. تمام. طب تاني مرة انتوا يا ثلاث مقاومات
كنتم على التوازي نفسكم انتوا انتم هما هما هم الار المرة دي والار مش ثلاثة والار. ار بقى. لا يبقى مع السلامة انتوا بقى كده امشوا، انت بقى اسمك ار على ثلاثة. جميل قوي، ده الفرق اللي حصل. بس مع نفس الفي ده، كلمة نفس المصدر بقى، بس نفس يعني مين اللي ثابت يا ريس؟ الفي، الفي بس مش الاي. طبعا الفي ثابتة، الفي ثابتة تمام. بس لابد في هذه المسألة تبقى المقامة الداخلية مهملة. هو المفروض يقولها مع اهمال المقاومة. هو ما جابهاش، ما جابش سيرة، اعتبروها مالها بقى مهملة. اصبحت القدرة باور في الحالة الاولى هتبقى في تربيع على 3 ار، في تربيع على 3 ار. باور في الحالة الثانية بقت في تربيع على ار على 3 مقام مقام بسط، مقام المقام بسط 3. هنقسم على بعضيها، باور الاولى على الباور الثانية. الاولى في تربيع على 3 ار مش كده؟ أيوة. الثانية راح نعمل ايه؟ هنقلب، بقت ار على 3 في تربيع، بقت 9 يا ريس. في تربيع ده كده راحت بقت 9، شكرا. دي الباور 1 على الباور 2. ايوه. ايه بقى الملحوظه اللي استفادها؟ الملحوظه اللي استفادها انه في فرق بين انه يتعامل مع قدره مقاومه او مقاومتين او اكتر من مقاومه في دايره واحده، وانه بيتعامل مع دايره اخرى. بالظبط. طب عايز ابسطها. اتفضل اتفضل اتفضل. عايز ابسطها اكتر. اتفضل. بص انت على فرق الجهد. بص على فرق الجهد. لو المقاومة الداخلية مهملة يبقى فرق الجهد هو القوة الدافعة، لست في حاجة إلى حساب التيار. ما هو هو حكمها قال لك نفس المصدر الجهد بس خلاص. خلاص خلاص. يعني هو ما لما يحسم لك ده، غير لما يقول لك مع مرور نفس شدة طرف الدايرة، دي حاجة تانية. بالظبط. لكن هو حسامه قال لي مع نفس المصدر. تمام. نفس المصدر يبقى في ثابتة. بالظبط. يبقى في تربيع على ار توتال. في الحالتين طبقت نفس القانون. تمام. احنا قدامنا وقت ضئيل جدا، عايزين سؤال سريع. سؤال بقى سريع. علل ليه بتزداد القدرة الكهربية المسحوبة من المصدر؟ بما اننا بنتكلم على القدرة بقى. ايوه، تزداد القدرة المسحوبة من المصدر، المصدر، كلما زاد عدد المقامات المتصلة على التوازي. طيب. تزداد القدرة المسحوبة من المصدر كلما زاد عدد المقامات المتصلة على التوازي. تمام. سهلة. مش القدرة المستمدة في بي اي؟ تمام. في بي ثابتة. تمام. لأن المصدر ثابت. يبقى القدرة بتتناسب طردي مع شدة التيار. تمام. وكل ما تزيد الأجهزة اللي بتعمل بتزيد شدة التيار بتزيد القدرة. تمام. يعني لما نزود عدد المقامات المتصلة على التوازي المقامة الكلية بتقل، لأن الأجهزة متصلة، أجهزة متصلة في الشقة في بيتك على التوازي. تمام. احنا متفقين واتفقنا سوا. يبقى كلما كبرت يعني كل ما زاد عدد المقامات المتصلة على التوازي المقامة الكلية بتقل، التيار المسحوب من المصدر بيزيد، فبيزيد القدرة حسب في او. يعني قصدك بقى انا وصلت جهاز تلاجة سحبة تيار. بالظبط. وصلت غسالة بقت المقاومة هنا الإجمالي قلت فسحب تيار أشد، عشان التلاجة تحتفظ بنصيبها من التيار والتلاجة تاخد النصيب التاني من التيار. بالظبط. شغلت المصابيح تقل المقاومة الكلية تاني، زاد شدة التيار تاني. تمام. وهكذا. بالظبط. القدرة بتزيد. القدرة بتزيد. يبقى كلما زاد عدد المقاومات المتصلة على التوازي بتقل المقاومة الكلية للدايرة، بيزداد التيار المسحوب من المصدر، فتزيد القدرة المفقودة أو المسحوبة وفقا لباور بتساوي في. تمام. جميل. كلام عسل. تمام. سؤال كمان. أوي أوي. سؤال بقى أنا بحب السؤال ده جدا بقى. مظبوط. بس لحظة، هيبقى تقريبا الختام. مظبوط. نركز نركز احنا فيه بقى شوية. اتفضل. رسم لي شكل كده، ادي هنا في وادي اي. طيب موصل ولا عمود؟ ايوه موصل طبعا. وعمل لي هنا ايه وعمل لي هنا بي. للاسف وقتنا خلص. نبدا بيها حلقه بقى قادمه. اوكي. احنا بنعتذر للطلبه على ضيق الوقت، ولا حلقه قادمه ان شاء الله مع الموضوع اللي بنتكلم فيه.